تحت وطأة نزاع مسلح متواصل منذ ما يزيد عن السنة يتلقى الاقتصاد الإثيوبي ضربات جديدة توصف بالمؤلمة والقاسمة بتسارع انسحاب كبرى الشركات العالمية من ثاني أكبر البلدان الإفريقية كثافة للسكان مؤشرة مقلقة في منطقة القرن الإفريقي تعكس هواجس تحول النمر القاري من اقتصاد شهد نموا قويا في السنوات الماضية وكان إلى وقت قريب يمثل قاطرة اقتصادية محتملة وقطبا للاستقرار الاقليمي الى اقتصاد يسير اليوم بخطى ثابتة نحو شبح الانهيار. بعد ان تمكنت جبهة تحرير تيغراي في غضون اسابيع قليلة من جر البلاد الى جحيم الصراعات العرقية، تطور عسكري رسم لحالة من الغموض والخوف الذي خيم على الحياة اليومية للعاصمة اديس ابابا بعد اشهر طويلة من الصراع. ما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي العام للبلاد بالنظر للتضخم المتسارع الذي بلغ 35% سبتمبر الماضي واضعا السلع اليومية خارج دائرة المتناول لغالبية المواطنين معدلة تضخم قياسي فاقمت منها أزمة ندرة حادة في جل المواد الغذائية انهيار مذهل لبلد لطالما كان يشكل دعامة للاستقرار في شرق القارة السمراء منذ 2011 بمتوسط نمو اقتصادي سنوي تجاوز التسعة في أعقبه صعود رئيس الحكومة الحالي أبي أحمد الذي سعى لتعزيز التغير الديمقراطي والاقتصادي في إثيوبيا